تعرف كم بلد ممكن تروحها من غير فيزا؟ انا رحت اسكندريه مرتين. تعرف فين اكتر بلد سياحي في العالم؟ ايه اكتر مدينه فيها متاحف؟ وفين احلى اكل وفسح ما تنتهيش؟ ما هو الاستيتس موازن فيصل، ما هم ثلاث مفارج والتنازل مكبر كتير. ده غير حكايات تانيه عن بلدان كتير لاول مره هتسمعوها. انا محمد قاسم، وكل ده هتعرفه معايا في تذكره سفر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي. دلوقتي جمعتكم مع تذكرة سفر مع محمد قاسم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. يا مساء الخير والسعادة على كل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. هكون معاكم محمد قاسم، واول حلقة من برنامجكم الجديد تذكرة سفر. تذكرة سفر باين من اسمه العنوان بتاعه ان احنا هنسافر ونروح بلاد ونيجي من بلاد، بس المهم ان احنا هنتكلم عن الاماكن اللي ممكن نزورها، حاجات الجديدة اللي ممكن نشوفها، والعادات والاكل، وكمان اهم حاجة عندنا ان احنا عاوزين نتكلم دايما على الحاجات الغريبة اللي ممكن نشوفها في كل مدينة نروحها. تقدروا تشاركونا او تبعتولنا على الواتساب 01 55 955 1006، او على الفان بيج بتاعتنا facebook.com/nogumafm.net. اول حلقة النهاردة تذكرتنا هتكون هنروح فرنسا، هنروح بالتحديد مدينة الحب والجمال، باريس. العاصمة الأشهر في العالم باريس، نابليون بونابرت، نهر السين، عاصمة الموضة والأناقة. أول ما هقولك طبعا باريس، أول حاجة هتفكر فيها أنك هتفكر في برج إيفل، هتفكر في قوس النصر، شارع الشانزليزيه، متحف اللوفر، وكاتدرائية نوتردام. كل دي الأماكن الطبيعية والمعروفة جدا اللي أنت لازم هتزورها. وأول ما هتيجي تفكر وتقرر أنك تروح فرنسا أو باريس بالذات، دايما هتروح الاماكن دي هتكون اختيارك الاول. بس زي ما احنا اتفقنا ان في تذكرة سفر احنا عايزين نجيب الاماكن الغريبه والعادات الغريبه اللي ممكن. من الحاجات الغريبه اللي ممكن تروحها وتزورها في باريس حاجه كده اسمها سوق البراغيث، مارشي اوبوس. وده مصطلح بيتقال على اكبر سوق موجود في باريس للحاجات المستعمله. اساس قديم، لبس قديم، عفشه قديم، معظم الحاجات اللي هناك حاجات قديمه جدا ممكن تعود الى نابليون الأول، الثاني والثالث كمان. سوق البراغيث هو اسمه غريب شوية، وطبعا يعني تسمية برضو، يعني إيه التسمية دي؟ في حد يسمي سوق البراغيث اتسمى كده لأن كان دايما الفرنسيين بيعتقدوا أن اللبس القديم والعفش القديم دايما هيكون مليان براغيث، فأطلقوا على هذا السوق الاسم ده. وكان بيوصل عدد العارضين فيه لحد 2000 و3000 عارض في أول حد من أول كل شهر. فده مكان أنصحكم جدا لو أنت مهتم بالأنتيكات والحاجات القديمة، كتب قديمة، عفش قديم، لازم تزور المكان ده. تاني مكان معانا في رحلة باريس بيتقال عليه جسر الحب أو جسر الفن، بون دي زارت. طبعا لو أنت مسافر باريس يا سلام بقى، لو كانت دي الرحلة يعني، وأنت معاك في الرحلة دي مثلا مسافر معاك مراتك وكنت مظبط الرحلة أن هي في عيد جوازكم، عيد ميلادها، عيد رسمية لكل زوج يعني، فلازم تروح البون دي زارت. الجسر ده لما هتروح المفروض ان هو بتلاقي عليه سياج من الجناب، بتحط عليها الإفلال، انتوا الاتنين بتقفلوا القفل مع بعض وتحاول مفتاح كده بشكل لطيف، وتتمنوا ان حياتكم يبقى كلها سعادة وحب ووئام، وبترمي المفتاح في النهر. فده مزار سياحي لمعظم الناس اللي بيحبوا بعض وعاوزين حياتهم دايما تستمر، جسر الحب. هروح لمكان تالت موجود برضو في باريس، وهو اسمه شارع ريفولي. ده واحد من أشهر الشوارع اللي موجودة في فرنسا، واللي سماه كده القائد نابليون بونابرت لما انتصر في معركة ريفولي سنة 1797. مشهور جدا وكله براندات سينيين في عالمية، وبدايته من أول ساحة كونكورد الشهيرة. شارع كله سينيين، العماير بتاعته حلوة جدا، معمار لازم تروحوا وتزوروا لو رحت باريس. وأهم حاجة طبعا فيه هي دار الأوبرا الجديدة غارنييه، لو رحت باريس لازم تزور شارع ريفولي. لسه مكملين معاكم، احنا لسه في باريس ومكملين حلقتنا، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ما تنسوش ارقامنا على الواتساب 0155 955 1006، والفان بيج بتاعتنا facebook.com/nogumfm.net. انتوا لسه مع تذكرة سفر مع محمد قاسم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم تذكرة سفر واحنا لسه في باريس. معانا اتصال تليفوني، والالو.
الو يا محمد. اهلا وسهلا، مين اتعرف بيك؟ عامل ايه؟ اسمي احمد. اهلا وسهلا يا احمد، بتكلمنا منين؟ بكلمك دلوقتي من وسط البلد. وسط البلد، اهلا بيك. اهلا بيك، عايز اقول لك والله انه صوتك حلو جدا جدا جدا. اشكرك اشكرك. الله، وكلامك كده مريح، بس كان عندي استفسار صغير. اتفضل. انت بتقدم برنامج عن السفر في الراديو، عم تقول لي هنشوف هنشوف هنشوف، هشوف فين؟ قول لي، شوقتني وما شفتش. هو يعني هحاول ان انت تسافر معايا بخيالك شوية، ولما تسافر ان شاء الله. سافرت قبل كده؟ طيب سافرت. يعني لما سافرت دخلت اتفرجت على الحاجات الاول فيديو بس فتحمست فرحت. حلو، انا هقول لك بقى على حاجات، شويه حاجات غريبه دايما عن كل بلد في كل مدينه. صحيح، بخصوص الحاجات الغريبه، هي الحاجه الغريبه الوحيده كان بالنسبه لي في فرنسا سوق البراغيث. بس جسر الحب بتاع الاسبان ده احنا عارفينه من ايام ما كنا بنقول على الفراخ كوكو واحنا صغيرين. هو بس يمكن في ناس تعرفه، انت ما شاء الله سافرت عليك وسافرت ورحت بلاد، شكلك بلاد كتير، بس يمكن في ناس ما سمعتش عنه، فانا بحاول برضو ايه اجيب الحاجات المعروفه والحاجات اللي مش معروفه الاثنين مع بعض. يعني انا حاسس بس انه يعني محتاج تدخلني في المود اكتر، يعني احس وانا ماشي في الشارع هروح عشان اسافر بقى. حاضر حاضر، هحاول المره الجايه. حاضر، ميرسي ليك يا احمد، ميرسي جدا. سيكت برنامج احمد، شكرا جدا، شكرا على كومنتك اللطيف جدا. احنا لسه مكملين معاكم، افكركم بارقامنا الواتساب 0155 955 1006، والفان بيج بتاعتنا فيسبوك نجوم اف ام دوت نت. عندنا مكان لسه عاوزين نروحه، المكان ده يعني رائع جدا، هو يمكن يكون ريستوران مطعم، لكن الغريب بقى ان هو من جوه مش مطعم، هو المكان ده من جوه شبه متحف، اسمه لو بلو ترين، القطار الأزرق، وده كان صممه المهندس تيودور. فمهندس موريس تيودور لما صممه سنة 1901 كان سبب تصميمه بسبب الأكسبو بتاع باريس 1901. مش عايز أقولك إن المكان قد إيه شيك، قد إيه أرستقراطي جدا، ملحمات مرسومة على السقف وعلى الحيطان، نجف القديم البرونز الواسع ده، الأماكن، الموسيقى الكلاسيك اللي هتسمعها في كل مكان، معاملة بقى تريشيك جدا جدا جدا. من أول ما هتبتدي تخش من على الباب وتلاقي الراجل الشيك جونتي جدا ده اللي هتلاقيه لابس البدلة السموكين بتاعته وجوانتي الأبيض، وبياخدك لحد الترابيزة، ياخد المنطو بتاعكم، ياخد الجاكيت ويعلقه. انت لازم بقى تيجي تقعد براحتك بقى، انت هتقضي سهرة لطيفة، لو كانت عيد جوازكم أو عيد ميلادك أو عيد ميلاد مراتك طبعا، مش عاوز أقولك هتفضلوا لمدة سنة قدام انت عايش على ذكرها. لو ترام بلو شيك جدا، حلو جدا، المود مش هتشوفه بسهل يعني بسهولة تعيش في المود ده تاني، وهو على طراز الامبراطورية التانية، ويعني هو يعتبر في المنطقة التانية من باريس في فرنسا، وصنفت بعض المتاحف يعني بعض الغرف لهذا المطعم سنة 1972 ان هي اثار تاريخية. فلو رحت في باريس لازم تروح لو ترام بلو في منطقة اسمها لو جار دي ليون، منطقة جميلة جدا، هتقضي سهرة ممتعة جدا جدا. بكده جاء وقت معايا تذكرة العودة، وانتهت حلقتنا النهاردة من تذكرة سفر. هستناكم تبعتولي رسائلكم ومشاركتكم، نروح فين ونسافر فين المدينة الجاية، ابعتولنا على الواتساب 0155 955 1006، او على الفان بيج بتاعتنا فيسبوك / نجوم اف ام دوت نت. كنت معاكم محمد قاسم في تذكرة سفر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الحمد لله على السلامة. كنتم مع تذكرة سفر مع محمد قاسم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. طيب انا حاسة ان ايهاب بيفكر جدا، ومروان قاعد جنبي. ماذا اقول بعد الذي قيل؟ برنامج تذكرة سفر حلو قوي، عايزين على اقول ايه؟ في الواقع في الواقع، لا بص انا هقول لك، انا كاتب حاجات كتير يعني، بس انا هحاول الخص. مبدئيا لو انت عايز تبقى مذيع في نجوم اف ام، في البيسكس بتاعتنا اللي هي طبعا رقم التليفون والفيسبوك والحاجات دي، فانت كذا مره انا قلت يمكن اول مره هي فلتت منك، تاني مره احنا facebook.com/ نجوم اف ام من غير
الدوت نت. اوكي تمام، نجوم اف ام دوت نت كده، ده احنا في حاجه تانية خالص. اوكي تمام. انا هحاول الخص عشان انا ما بقاش يعني ما بحبش اكون الشخص، ما بحبش ابقى الباد جاي ابدا. تمام، بس انا هقول لك وانا بسمعك كل حاجه موجوده، الكونفيدنس موجود، كل حاجه حلوه موجوده وكل حاجه، لكن بالبلدي كده لو هو ده برنامج سفر وبتتكلم عن الحتت الغريبه اللي في فرنسا والكلام ده كله، هقولها كده ما شوقتنيش. يعني ما حسيتش ان انا يعني حماس لازم وهقولها اوضح، انت في الفي او بطل عالم، ميداليه ذهبيه في 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 التقديم. تمام. اوكي يارا. اوكي اولا ماشي. السلام يا خراشي. بص يا صديقي، مكالمه التليفون كانت كويسه، هندلتها كويس. انا يعني هقترح لك اقتراح، جربوا عشان تتخلص من حته التشابه مع اسامه، سرع تيمبو كلامك شويه. اوكي كلام بتون اسرع. البرنامج اللي انت متقدمه عايز تيمبو اسرع اصلا، عايزك تاخدني، عايزك تحسسني وانا بسمع، لانه البرنامج ده اصلا ممكن يتعمل راديو، ممكن يتعمل فيجوال زي ما المستمع قال لك اللي اتكلم في التليفون، بس هو ممكن يتعمل راديو برضه، بس عايزك يبقى التيمبو اسرع، عايز اللقطات اللي انا محتاج اشوف فيها صور انت هتحلها لي بان انت تقول لي هركب ايه، ايه اشهر وسيله مواصلات هناك، هتحرك من فين لفين، اختيارك للدولة لو انا بفكر مكانك هختار نفس الدول المتعارف عليها عشان السيف سايد، انا همشي جنب الحيط فرنسا ناس، لكن هو اللطافة ان انت تاخدني في بلاد مش متعارف عليها. أوكي. في ايه في الاكوادور ازوره، في ايه في بوليفيا اروحه، في ايه في بنين ممكن اشوفه لو سافرت، لكن مش اللقطة خالص في فرنسا وايطاليا وانجلترا وامريكا والكلام ده. الحتة بتاعت انت بتتكلم فرنساوي؟ ايوه يعني واضح النطق واضح. حاول تاخد بالك انه في الحاجات الفرنساوي دي لو ليها معنى، طبعا في اسماء الاعلام ما بتترجمش، بس حاجه ليها معنى يا ريت تترجمها. اوكي ماشي، عشان بتبقى ده عموما انجليزي فرنساوي ان شاء الله تكون بتتكلم اي لغه. سرع تيمبو شويه بتاعك عشان ما تشعرش مع الناس اللي بتسمع انك اسامه منير. انا شايف اوفر اول مش وحش. شكرا. دي اول حاجه كنت هقولها لك، موضوع السرعه بتاعتك دي كانت يعني انا جيت في النص هتنام اللي هو قعدت كده عملت كده، مش عشان انت مش كويس، انت كويس، بس مع نبره صوتك مع ان انت بتتكلم بالراحه ابتديت احس اللي هو لاني زي ما ايهاب برضو قال انت ما خلتنيش اللي هو ايه ده انا عايز اروح فرنسا جدا. اوكي فاهم، انت بتحكي قصه حاسه اللي هي لا ده يعني انا حسيك يا محمد باللي انا شفته لغايه دلوقتي حسيك تنفع قوي في برامج مسجله مش هوا، يعني لو جينا بنعمل البرنامج ده هنسجله. أوكي. لان كمان انت قطعاتك كتير قوي، ما اعرفش انتوا خدتوا بالكم ولا لا، بس في قطعات كتير قوي قوي بتسكت كتير في النص، بوزز كتير طويله، يعني في ان هو بنسكت بناخد نفس، وفي ان انا مثلا بص يا محمد انا حاسه ان فاهم قصدي ايه، في يعني ممكن ناخد لحظه بنفكر وفي لحظه بتكون زياده شويه فاللي هو بتفصلني في النص، فدي خلي بالك منها. فهنا عايز اقول لك خليك على طبيعتك اكتر، فك شويه، فك يا محمد شويه. بحاول والله. انا عارفه وانا مقدره ان انت متوتر ودي واخدينها في الحسبان والله، بس عايزك تفك خصوصا على الهوا. انت لو على الهوا انت مش فاكك هتتحس قوي، ولو انت بالكونتنت بتاعك ده حتى الناس هتقع منك هتنم منك، فاهم قصدي ايه؟ صح. دي حاجه. المكالمه كانت هايله، هندلت الراجل كويس، دخلتك عليه كويسه، قفلتك معاه وشكرته بعد ما قفلت، حتى لما قال لك حاجه ما كان اللي هو يعني ما كانتش الطف حاجه هندلتها برضو تمام، وما فيش اي حاجه ما توترتش من اللي هو قاله، ده كان مهم قوي. قلت الارقام، قلت الحاجات دي، يعني البيسكس موجوده، الاساسيات اللي هي المفروض تتعمل موجوده، بس اشتغل شويه على ادائك كسرعه. أوكي. وعلى القطعات الكتيره وعلى ان انت تفك شويتين. ماشي حيوة. بس كده غير كده. ايوه انا بصراحه يعني عشان احنا بنتكلم معاه برضو اوف اير وكده، فانت شخصيتك مرحه لطيفه فاهم، فانا كنت نفسي احس بده
وانت التوتر مخليني عاوز اركز عارف غلطش وابقى عادي يغلط. ايه المشكله لما تغلط؟ كلنا يعني بنغلط، كلنا بنغلط، كلنا بنغلط يعني طول الوقت. ده احنا بقى لنا سنين السنين ولغايه النهارده اهو ده احنا ابطال عالم في الحوادث. عادي ده عادي جدا، مش مشكله خالص ما تغلط. ايه المشكله اغلط بس طلع روحك كده فاهم يعني. يعني لو حد جه دلوقتي قال لنا في نجومه فاهم احنا عايزين نعمل البرنامج ده مثلا دقيقتين حاجات مسجله مع محمد، انت جاهز تخش تسجل ده وتعمله؟ بطل. جاهز بجد، ومش يعني كاداء كصوت ككل حاجه، بس هوا محتاج زقه شويه. هفك، هحاول افك.